السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جولتنا الاقتصادية، ونبدأ معكم من الهيئة العامة للقوى العاملة التي منحت أصحاب العربات المتنقلة مهلة نحو 3 أشهر تنتهي في 11 أكتوبر المقبل لتعديل أوضاعهم القانونية. وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل المركبات المتنقلة لخاصية التتبع GPS لتحديد مواقعها وتجنب مخالفة الاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن لائحة التنظيم. إليكم التفاصيل. في محاولة لتخفيف الضرر الواقع على أصحاب العربات المتنقلة، تحركات للهيئة العامة للقوى العاملة وكافة الجهات المعنية بإعطائهم مهلة 3 شهور لتنتهي في 11 أكتوبر. إذا لاحظت الهيئة وجود بعض المركبات في غير المواقع المحددة لها أو عدم التزامها في المواقع التي تم تحديدها، فسببت ربكة في بعض المناطق، فدعا الهيئة إلى دعوة كل الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة، وزارة الداخلية، بلدية الكويت للتباحث في هذه الآلية، وتم التوصل إلى آلية اللي هي إعطاء مهلة 3 أشهر. لكن ما حصل من خلال جائحة كورونا والاستثناءات اللي حصلت أجلت هذه الأمور، وحدا بالهيئة إلى إعادة الاجتماع مرة ثانية اللي حصل في 12/7/2020. وزارة التجارة والصناعة عادت فتح 400 موقع عبر منصتها الإلكترونية بعد الحظر الكلي، في حين وصل عدد الرخص 1866 رخصة. تم الاتفاق بكل الجهات بعمل التعهد يلتزم فيه كل أصحاب المركبات المتنقلة بتحديد مواقع عملهم من خلال تفعيل خدمة GPS اللي هي موجود أساسا في هذه المركبات، وتم هذا الإقرار على هذا المحضر وعلى هذا التعهد، وتم التعميم على إدارة عمل مبارك الكبير اللي هي معنية بتسجيل هذه المركبات لديها بالعمل على إقرار ورفع الرموز عن الملفات. اتفقنا على نموذج معين تم مناقشته في اللجنة وتم إقراره واعتمدنا عليه، وحاليا وصلنا يمكن إلى اليوم بحدود 55 ملف تم رفع الرمز عنهم، بدليل يعني معناته أن هناك 55 صاحب عمل جو وقعوا في الإقرار واعتمدوا الإقرار. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة على تقديم كل أوجه الدعم لنشاط المركبات المتنقلة في إطار الضوابط المفروضة في هذا الشأن، وبمشاركة كافة الجهات المعنية حفاظا على المال العام وعلى حقوق الجميع بعد إعداد تعهد يتم التوقيع عليه من قبل أصحاب المركبات. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.